هلا وسهلا فيكم مشاهدينا فقرة سيارة الأسبوع على روتانا موتورز. لهالأسبوع طبعا اخترنا لكم سيارة الرينج روفر إيفوك 2015. قبل ما نتكلم عن السيارة خلينا نعطيكم كم معلومة حطوها في بالكم مرة كويس عشان تقدرون تفهمون هالسيارة أكثر. أول حاجة مثل ما انتم شايفين سيارة SUV، سيارة منافسة لللكزس RX 350 اللي سبق وطلعناها معنا في روتانا موتورز مع الكابتن فلاح الجربة. سيارة شاركت في تصميمها بشكل مؤثر النجمة فيكتوريا بيكم زوجة الفتيت في الكورة ديفيد بيكم. فيكتوريا طبعا شاركت بشكل مؤثر في تصميم هالسيارة وقالت انها مخصصة فقط للنساء. طبعا انا بالنسبة لي اشوف انه طالما انه احنا في السعودية ما في نساء يقودون سيارة حتى الان، فهي لا ممكن تناسب هنا عندنا في السعودية اللي هم الشباب الصغار في سن العمر 18-19 يعني لغاية نهاية مرحلة دراسته الجامعية، ويكون عزابي ممكن يستفيد جدا وتناسبه مرة هالسيارة. بما انه ذكرنا شخصية فيكتوريا بيكم انعكست كثير على تصميم هالسيارة بشكل واضح، فإذا ما كنت تعرف شخصيتها حتتعرف عليها من خلال ملامح هالسيارة. سيارة طبعا تبدأ ب 180 ألف ريال سعودي هنا في السعودية. أنت تتكلم أنك تدفع هالمبلغ وتاخذ اسم رينج روفر اللي موجود قدامك، صفقة رابحة حتى لو كانت السيارة ما فيها شيء، وجهة نظر طبعا. لكن السيارة طبعا تحتوي على كثير مزايا وفيها كثير مضادات ومتناقضات واختلافات موجودين مع بعض، فبالتالي تخليك يا أنك تحب السيارة يا انك ما تحبها، ما في حل وسط تماما زي نظرتك الفكتوريا، يا تحبها يا تكرهها، ما في حل وسط. هذه المعلومات اللي ابغاكم تعرفونها. خلينا نبدا جولتنا ونشوف نتعرف اول شيء على واجهه السياره. اول شيء حتى قبل الواجهه خلينا نتكلم عن الماكينه. هم السياره جالسين يقولون ان هي سياره فيها اداء رياضي، خلينا نتكلم عنها اول شيء. اول حاجه مثل ما انتم شايفين عندنا ماكينه موجوده بالعرض. الماكينه هذه 4 سلندر، سعتها 2 لتر، قدره الاحصنه فيها 240 حصان. تنطلق من الصفر إلى 100 في 7.6 ثواني. ما أشوف أنها رياضية بهذا الشكل، يعني حتى يعني في اهتمامات بصراحة، يعني غير أنه في كبوت موجود للسيارة، حتى الماكينة نفسها والبطارية مغطيتها فيكتوريا، ففي اهتمام كذا شوي باللمسات هذه. لكن الأداء الرياضي أنا ما أشوف أنه ذاك الأداء الرياضي اللي ممكن يعتمد عليه، احنا نتعرف عليها أكثر طبعا خلال القيادة. نبغى نتكلم الحين لو عند الواجهة الأمامية. الواجهة الأمامية تحاول تعطيك انطباع انه سيارة معضلة، سيارة شرسة. كيف؟ من ناحية البروزات والنفخات اللي موجودة على البادي، الخطوط الانسيابية البارزة والحادة، كل هذه الأشياء تحاول تقول لك تراني أنا سيارة رياضية، أنا قادر أعطيك قوة رياضية. على النقيض تماما تلاحظ الشبك التقليدي الناعم البسيط البلاستيكي هذا اللي هنا اللي موجود حق الإيفوك، يعني تناقض ما بين وحش وما بين أميرة ناعمة موجودة هنا كشبك، حتى مساحته صغيرة، يعني ما تشعر أنه يعني تحتاج إلى ذاك الكمية الهواء الكبير اللي يجي يبرد على الماكينة، وإضافة أن أصلا الماكينة مغطات. حتلاقي برضو من الأشياء الحلوة امتزاج الألوان اللي موجود فيها، يعني اللون الأسود واللون الفضي هذا الخفيف اللي موجود هنا، فتحات الشبك التبريد اللي موجودة تحت، في امتزاج مع لون السيارة الفضي، في امتزاج ألوان مع بعض، عامل شغل كثير حلو بصراحة. أضافوا طبعا أكيد الحساسات الأمامية، 4 حساسات أمامية موجودة. الأول والأخير اللي على الجهة اليمين واليسار حتلاحظ أنها جاية شوي جهة الخلف أو جهة جنب السيارة. يقول لك دائما الحريم اللي يقودون السيارة ألد أعدائهم عملية صف السيارة، يمكن فيكتوريا انتبهت شوي لهالموضوع وجابت الحساسات شوي على الجهة اللي يعني على جنب السيارة. بالنسبة للأنوار الأمامية، الأنوار الأمامية عندك أنوار أمامية علوية وسفلية كلها LED، اللي فوق جاية مقوسة شكلها حلو، تصميمها حاد شوي، اللي تحت تصميمه جميل يعطيك هيبة ورفاهية. يعني درست تحاول أيضا تعطيك أنه صح أنه أنا سيارة رياضية عندي الأنوار والكشافات هذه كSUV عشان الطرق الوعرة، ولكن أنا بدلع، أنا بفخامة، أنا بهيبة رينج روفر. طيب خلونا نشوف جانبية السيارة ونشوف إيش كمان فيها. جانب السيارة أول شيء حيلفت انتباهك اللي هي إحنا قلنا الشكل العضلي، فحتلاقي عضلة الرفرف بارزة هنا تماما، فنتيجة بروزها والشكل الجذاب اللي معطيته خلت شكل العدسات الأمامية جاية وكأنها متصلة مع فتحات تفريغ الهواء الحار اللي موجود على الرفرف ورفارف السيارة، أعطت شكل حلو بصراحة، لمستها حلوة، النفخة هذه حلوة. الجنط مقاسه 20، لكن ما أدري، أنا كنت حاسس إنه كان ممكن يكون الجنط أحلى من كذا، بدل شكل الغريب هذا، ما أدري حذوة الحصان أو شيء، كان ممكن يكون ستار أو شيء سداسي، بس أعتقد إنهم لا زالوا قاعدين يحاولوا يأكدوا لك ترانا إحنا سيارة رياضية، إحنا سيارة عندنا أداء، غالباً ما لها إلا كذا. في شيء حلو جدا في السيارة وغريب، هذه أكيد لمسة فيكتوريا، الحزام الأسود اللي موجود على السيارة بأكملها بالأسفل. ليش؟ لأنهم يقولوا هي سيارة SUV، فبالتالي أنت لما تطلع طرق وعرة، أو أنا اللي أحب أسميها شبه الوعرة والوعورة البسيطة، ما تبغى تتوسخ السيارة وتنظر وتحتك، فحطوا لها الحزام اللطيف هذه فيكتوريا يا جماعة، لا حد يناقشني 100%. أما لو تجون على
سقف السيارة، السقف عنده سقف بانورامي رهيب. أنا شخصياً أجمل سقف بانورامي في هالموسم ركبته في روتانا موتورز هو سقف الإيفوك، لما ندخل جوه حتعرفوا ليش. خلفية السيارة أنا بالنسبة لي شخصياً ومن المفارقات اللي شفتها كمان إضافة للمفارقات الكثيرة اللي عديناها أنه شكلها الخلفي ما أدري أنا معطيني شراسة أكثر من الشكل الأمامي أو الواجهة الأمامية لما شفناها. سيارة معضلة مثل ما قلنا، لكن في الخلف شايفها مشدودة، رينج روفر سبورت منكمش كذا شوي، شكله شرس، الشكامين اللي تحت الموجودة جاية على شكل المربع، كمان فيها حساسات خلفية موجودة 4 حساسات، نفس الفكرة الأخيرة والأولى أيضاً جايين على جهة الجنب شوي لأن العدو الأول للمرأة في صف السيارة أو في قادة السيارة هي الصف. شنطة السيارة طبعاً في البداية كمان فيها كاميرا موجودة هنا بزاويتها يعني على أعلى شوي، مو زي المزرات الأسبوع اللي فات كانت على تحت. الشنطة مثل ما أنتم شايفين تشيل 575 لتر هي مو داخلة على جوا، هي طالعة الفوق أكثر عشان كذا تشيل 575 لتر، لكن يعني ممكن في سيارة سيدان 500 لتر ممكن تشيل أكثر منها، هي ميزة المساحة المرتفعة اللي فوق بس. الجناح أنا بصراحة عاجبني كمان، حتى عملية إضافة النور حق الفرامل اللي موجود فوق بالإضافة مع الأنوار الخلفية حلوة، يعني تعطي شكل حلو. خلفية السيارة بصراحة جدا حلوة، أنا عاجبتني مقتنع فيها. لكن رينج روفر مو بس على الشكل الخارجي، أو الإيفوك مو بس على الشكل الخارجي، الإيفوك على الفخامة والشكل الرياضي اللي موجود جوا كيف راح يكون، تعالوا نشوف. طيب احنا الحين داخل السيارة، اول شيء حيلفت انتباهك داخل السيارة اللي هي المقاعد الرياضية جدا اللي موجودة فيها، حتى البروزات هذه اللي موجودة تساعد انك انت تثبت اكثر وقت القيادة وتعطيك انطباع انك انت والله في سيارة رياضية. ثاني شيء حيلفت انتباهك تمازج الالوان الحلو اللي موجود فيه، اللون الاحمر صار تقريبا لون اساسي موجود في الايفوك في الداخلية، فيعني معطي شكل وطراز شبابي وطراز يعني فيه تحدي شوي وفيه قوة وفيه جاذبية الشباب. خطوط تطريز من لونين موجودة تقريبا جوا الإيفوك، الأحمر والأسود، يعني معتنين بالتفاصيل هذه. لكن أهم شغلة حتلفت انتباهك أول ما تضغط الزر اللي موجود هنا فوق، حيطلع لك السقف البانورامي اللي أنا وجهة نظر شخصية أجمل سقف بانورامي للمرة الثانية أقولها ركبته في سيارات اللي عرضناها هذا الموسم في روتانا موتورز. تجربة من عالم آخر بصراحة السقف هذا اللي موجود هنا، وهي اللي أعطت جمالية أكثر للسيارة. الدركسيون اللي قدامي ما عجبني. كيا سورينتو أنا أتذكر سويناها لتست درايف كان الدركسيون شبيه فيها. بدالات السرعة اللي موجودة هنا أو البادل شيفت صراحة جوك، يعني جاية بلاستيك وصغيرة كذا، ولا يمكن حتى تفكر أنها تعطيك أصلا انطباع رياضي، أنت تحسسك أنك أنت في سيارة ألعاب بالطريقة هذه. فيها أزرار التحكم موجودة، التليفون، معلومات السيارة، تثبيت السرعة، الكروز، الصوت، سيستم الصوت، كل شيء موجود فيه، بس أنا أحس أنه كان ممكن يتصمم بطريقة أجمل من الطريقة هذه اللي موجودة فيه. يمكن فيكتوريا ما فكرت في الدركسون كثير، ما أدري. شاشة من 8 بوصة موجودة عندكم ملونة، فيها النافيجيشن، فيها زر التحكم في الحساسات والباركينج أسيست، زر التحكم في الصوت حتى في التليفون، وفي زر كذا عشان حتى تبطف في الشاشة، ما أدري وش الحكمة منها، بس يعني البريطانيين معروفين دائما انه اذا يبغى يحسسك انه سياره فخمه دائما يكثر فيها ازرار في الداخل، سواء عرفت تستخدمها ولا ما عرفت تستخدمها ما تفرق عندهم، لازم الموضوع فيه ازرار. يعني التصميم جيد، الكونسول الوسطي هذا اللي موجود انا عاجبني، حتى فكره الفراغ هذا هنا كذا في الليل يعطيك الوان حلوه، ما منه اي دور الطلعه هذه بس معطيها شكل، وهنا اكيد لمسات فيكتوريا تحب الاشكال هذه. زر تشغيل السياره موجود يعني عاده هو جنب الدركسون، لكن هو يعني جنبه بس فوق هنا، هو فعلا شكله بصراحة هنا أحلى من أنه يكون تحت، فهذه فيكتوريا أكيد هي اللي حطت فيها اللمسات. إذا تبغى تتكلم عن وسع ورحابة عشان كذا أرجع أقول لك غالبا أنت يعني تناسبك السيارة إذا كنت شاب عزابي عمرك 18-19-20، يعني في أوائل دراستك الجامعية، مرحلة دراستك الجامعية السيارة هذه مناسبة جدا بالنسبة لك. وسعها يعني هي وسيعة، إذا ما كنت متين وإذا ما كنت طويل هي وسيعة، من الأمام وسعها أكثر بكثير من الخلف، بس انه اوفرول لا، السيارة حلوة، سيارة شبابية بصراحة. انا اقول لكم سيارة شبابية فخامة 180,000 ورينج روفر لا يعلى عليه. الاداء الرياضي انا عندي شكوك كثير فيها، يعني ما يعني ماني حاسس انه هي اداء رياضي. عموما ما حنتكلم كثير، تعالوا اطلعوا معنا خلينا نجرب السيارة كم تست. طيب احنا الحين جالسين نقود السيارة، راح نختبرها، مو اختبار يعني، راح نقول لكم كم معلومة عن قيادتها داخل مدينة الرياض في المدينة. طبعا السيارة فيها أنظمة ووضعيات كثيرة لقيادة السيارة كوضعيات مساعدة، يعني مثل ما ذكرنا إذا كان في ثلج معرض للانزلاق، إذا كان والله ماشي فوق نهر كذا خفيف، مو نهر يعني، إذا كان يعني ماشي يعني
منطقة مبلولة أو مليانة طين، أو حتى إذا كنت طالع الطعس فيها تتمامة حتى مو في الطعوسة الثقيلة جدا، فيها وضعيات هذه علشان تساعدك. هي هدفها أكثر أن تحاول تعطيك أمان أكثر للسيارة، رغم أنه أصلا السيارة ذكية هي تقدر تتعرف على الموضوع. الصوت الخارجي معزول مرة حلو، تعطيك يعني هدوء جدا حلو داخل المدينة وأنت تقود في الأوقات في الظهر وكذا، يعني في صوت خارجي معزول جميل. بالنسبة للسيارة يعني احنا مثل ما قلنا انطلاقتها من 0 لـ100 في 7.6 ثواني، لكن انا الان ضغط اسرع شيء. اوكي، هي فيها اداء رياضي بتحاول، لكن ما حتقدر تقنيها، يعني ما حيكون خياري الاول اذا ابغى اشتري انا اس يو في رياضي، حيكون رينج روفر ايفوك. رينج روفر ايفوك حيكون خياري الاول لو قررت انه اشتري اس يو في فخم حلو دلع في لمسات. ها قاعد يحاول يقنعني انه هو رياضي، بس هو فعليا هي حق الدلع كويسه. 240 حصان، ماكينه تيربو حلو يعطيك العافيه فيكتوريا، لكن لا برضه مو هو هذاك الاداء الرياضي. يمكن صدقتي مثل ما قلتي هي مخصصه للنساء اكثر، ايوه يمكن تكون رياضي، سياره رياضيه جباره جدا بالنسبه للنساء، بس هي بالنسبه للشباب يعني حقت دلع. الفخامه تليق بالكامل كما يجب باسم رينج روفر بصراحه. 180,000 تاخذ السياره هذه، انا اشوف انها كويسه، خاصه مثل ما قلت لو انت كنت شاب لسه يعني في 18 19 من العمر بادي مرحله الحياه الجامعيه، حتكون حلوه وزي اللوز بالنسبه لك. هذا كل شيء اللي كان موجود في السياره. حاولنا نشوف فيكتوريا وش حاولت تسوي، وحاولنا نخمن بالاحرى. انتوا وش رايكم؟ وين اللمسات اللي فيكتوريا سوتها كويس واللي ما عجبتكم؟ اعطونا اراءكم على تعليقاتكم في اليوتيوب. احنا وصلنا لنهايه تغطيتنا للرينج روفر ايفوك 2015، لكن هطلع الفاصل، بس بعد الفاصل روتانا موتورز لسه مستمر، خليكم معنا.